مشاهدينا، بطبيعة الحال تختلف طرق العلاج من حالة لأخرى، ولكن هناك بعض النصائح التي يقدمها خبراء منظمة مايو كلينيك الطبية لتحسين الذاكرة. ومن هذه النصائح زيادة النشاط البدني بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا، وذلك لأنه يرفع من مستويات تدفق الدم إلى الدماغ، كما أن المواظبة على حل الأحجيات والألغاز والألعاب ذات التركيز والتحليل يمكنها تحفيز الدماغ. وكنوع من التغيير يمكنك أن تسلك طرقا غير معتادة في طريق عودتك أو ذهابك للعمل، لأن قيادة السيارة في شوارع جديدة يحفز التركيز. من المهم أيضا المحافظة على التواصل الاجتماعي مع أحبائك، وليس من باب الترف فحسب، ولكنه يساهم في تعزيز قدرات الدماغ. وبالتأكيد يمكنك البدء بتدوين ملاحظات، لأن الكتابة تساعد في تخزين المعلومات وفي حفظها وفي استرجاعها. يعني رغدا، نفصل الموضوع أكثر مع ضيفنا هنا في الاستوديو اختصاصي طب الأعصاب والدماغ دكتور تامر زيدان. صباح الخير عليك دكتور تامر. يعني خلينا نوضح للمشاهدين شو هي المشاكل المتعلقة بالذاكرة واللي تصنف تحت الأمور الطبيعية غير المقلقة. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. مبدئيا عشان نفهم الذاكرة بشكل أعمق، محتاجين نعرف أن المخ بيعتمد على تخزين المعلومات على هيئة بعض الأكواد أو بعض التشفير، سواء المعلومة الحسية البصرية أو السمعية أو الفكرية. بعد استقبال الشفرة أو استقبال المعلومة بيتم تخزينها على عدة مراحل، سواء الذاكرة البسيطة أو المؤقتة أو الذاكرة القصيرة المدى أو الذاكرة طويلة المدى، وبعدها بيتم استعادة استرجاع المعلومة. خلال الثلاث مراحل دول ممكن يحصل نوع من الخلل الطبيعي أو الخلل المؤقت، بمعنى أن إذا الشخص تلقى معلومة وهو غير منتبه فبالتالي بيكون صعب تخزينها. دي نقطة مهمة. إذا الشخص تلقى معلومة وهو في حالة إجهاد فبالتالي بيكون صعب التخزين. وبالتبعية استدعاء المعلومات بشكل طبيعي لازم يتم للمعلومة اللي تم تخزينها بشكل طبيعي. نعم. طيب الكل يحكي، وإحنا حكينا حتى عن من شوية الآن عن مسألة أهمية النشاط البدني في المساعدة في تقوية الذاكرة، ممكن تفسرنا أكثر هذا؟ زي ما قلنا، اعتماد الذاكرة هو الاعتماد الأساسي على تكوين تشابكات عصبية جديدة داخل الدماغ. عشان تحصل العملية دي محتاجة تكاتف للعمليات الحيوية داخل الجسم كله، بما فيها تغذية سليمة، بما فيها الرياضة. الرياضة في حد ذاتها بتحفز كذا خطوة من خطوات تخزين الذاكرة. الخطوة الأولى هي تحسين تدفق الدم للمخ، الخطوة الثانية هي تحسين تكوين تشابكات عصبية جديدة، الخطوة الثالثة هي المساعدة على إنتاج نواقل عصبية اللي بتساهم في عملية الذاكرة. طب ليش دائما بيحكوا لنا انه لازم نلعب الالعاب فيها احجيات والغاز حتى مش لكبار السن، يعني للاصغر عمرا؟ هو المخ وظيفته هو التفكير، فبالتالي اذا احنا ما بنستخدمش المخ في العمليات البسيطه، الالغاز، العمليات الحسابيه البسيطه الحياتيه اليوميه، فبالتالي وظيفه من وظائف المخ بيتم عدم لا تستخدم، فبالتالي بتضعف الذاكره. فبالتالي تنشيطها بيعتمد على تنشيط الوظائف الاساسيه للمخ، زي الالغاز، زي الكلمات المتقطعة، زي القراءة في حد ذاتها. كل العمليات اللي بتساعد لتنشيط المخ هي نفس العمليات اللي بيقوم بها المخ بشكل طبيعي. طيب حكينا أيضا عن التواصل الاجتماعي الفعلي، ما مدى مساهمته في تحسين الذاكرة؟ التواصل الاجتماعي ليه كذا أسلوب، منه التواصل الفعلي الفيزيكال أو التواصل عن طريق الفيديو أو عن طريق العالم الافتراضي. في العادة احنا بننصح بتجنب العالم الافتراضي لأنه بيخلق مجموعة من الأفكار تعتمد بس على العالم ده، إنما التواصل الفعلي أو التواصل الاجتماعي الحقيقي بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين الأصحاب، بين الأهل، ده بيؤدي لتبادل الحوارات. ده في حد ذاته بينمي اللغة، بيزيد من المعلومات، بيزيد من الأفكار، فبالتالي بيحفز المخ لتكوين ذاكرة أقوى. طب يعني وسائل التواصل الاجتماعي هل بتشتت معلوماتنا وبتصعب علينا موضوع التذكر أم بتساعد بهذا الموضوع؟ هي سلاح ذو حدين، بمعنى أن إحنا إذا تم استخدامها بشكل مرتب عن طريق ترتيب الأفكار، عن طريق ترتيب الأهداف المطلوبة من التواصل الاجتماعي، مثلا التواصل مع أشخاص صعب التواصل معهم بشكل
سريع، التواصل مع أشخاص بعيد المسافة أو في بعد مكان آخر، فبالتالي هي مفيدة. إنما التواصل الاجتماعي الغير محدد الهدف هو ده اللي احنا بنحاول نتجنبه، لأنه بينتهي بتعطيل المخ واستنزاف وقت وطاقة من المخ. نعم. بشكل زيادة عن الطبيعي. طيب إذا كان شخص مثلا لاحظ أنه هو ينسى في حاجات بسيطة زي اللي حكينا عليهم، ينسى مفتاحه، ينسى تليفونه في مكان ما يعرف شوين، لما يلاحظ على نفسه هذه التصرفات، هذا النسيان، شو ممكن يعمل؟ شو ممكن تقدم له من نصائح، أشياء عملية يقوم بها، خطوات؟ هو في بعض علامات الخطر عشان نميز هل النسيان ده شيء طبيعي مقبول ولا شيء غير طبيعي، استدعي مراجعة طبيب. زي مثلا إذا النسيان ده للذاكرة الحديثة، إذا النسيان ده للأشياء المتكررة بشكل نمطي أو بشكل حياتي يومي، إذا النسيان ده مرتبط ببعض الأعراض زي صداع، زي دوخة الرأس، زي عدم الاتزان، زي اضطرابات النظر، إذا مضطرب ببعض الأمراض أو مرتبط بإدخال بعض الأدوية الجديدة في نمط الحياة، فبالتالي دي بتستدعي زيارة طبيب أو مراجعة طبيب. إنما الأمور النسيان الحياتية بتعتمد على أن احنا ممكن نحاول نكتب زي مفكرة أو مذكرة بالأشياء المطلوب مننا عملها، محاولة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الاعتماد الأغلب على استخدام القدرات العقلية في الشغلات في الأمور الحسابية البسيطة، في الألغاز، في الكلمات المتقاطعة، القراءة المستمرة، سماع الكتب المقروءة، كل الأمور دي بتساعد على تحسين الذاكرة بشكل طبيعي وتفادي نسيان. طب وفي مأكولات معينة بتساعدنا إنه نحمي ذاكرتنا، ولا هذا بس هيك حكي دائما بنسمعه؟ احنا بنتجنب المأكولات اللي بتأذي الذاكرة، يعني الأكل النمط الصحي، ونحن نتجنب السكريات، الإفراط في السكريات المصنعة، الإفراط في الكحوليات، الإفراط في الكافيين، بمعنى الكافيين بكمية قليلة كتير مفيد للذاكرة، إذا تم الإفراط فيه بيؤدي لتلف الذاكرة والإجهاد العقلي، الإكثار من الفيتامينات والمعادن، وخصوصا التريس إليمنت أو المعادن النادرة أو قليلة التركيز في الجسم، بعض الفيتامينات زي فيتامين B1، B12، B6، ده بيساعد لتقوية الذاكرة، بعض المغذيات التكميلية زي الأوميجا 3 الطبيعية، مش دايما بننصح بالأمور الصناعية أو المصنعة. يعني الفيتامينات ممكن تساعد، المعادن كتير بتنشط الذاكرة طبعا. تمام، ممتاز، شكرا جزيلا لك اختصاصي طب الأعصاب والدماغ دكتور تامر زيدان على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم.